مرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن ناصر عباس، مشرفنا يا كابتن. تحياتي كابتن الايمن وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، تحياتي النجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء مرهوب، كابتن اسامة عربي، كابتن بلال. الله يخليك كابتن ايمن. مبروك للنادي الاهلي، مباراه اداء ونتيجه، هارد لك لنادي القطن الكاميروني. نتمنى ان شاء الله دي بدايه النادي الاهلي، ان شاء الله نتمنى ان شاء الله باذن الله المباراه اللي جايه الاهلي يعدي ويوصل للهدف كابتن شريف ان شاء الله باذن الله، هو قادر على كده ان شاء الله باذن الله في الفتره اللي جايه. الحكم بلال اللي هو احمد امتياز، حكم من الحكام الاتحاد الافريقي النهارده بيبتدي يطلع حكام. انت النهارده عندنا بملك وعندنا مجيد النضاي وعندنا فيكتور جوميز، كل الناس دي بتبتدي تبطل، فهو بيبتدي يطلع حكام من الحكام الصاعدين. فيكتور جوميز بطل موجود، اه خلاص هيبطل، ماسك تقريبا ماسك جنوب التطوير، ماسك رئيس لجنه الحكام في جنوب افريقيا، صح كده؟ فهو النهارده الاتحاد الافريقي دايما بيحاول يطلع الحكام، مثلا زي عندنا هنا مثلا في مصر محمد عادل، امين عمر، البنا، كابتن شريف، فهو بيبتدى يطلع الحكام. ده حكم من الحكام كابتن علاء من موريشيوس، حكم مش كبير، حكم صغير، ولكن هو يمكن عنده كابتن بلال كابتن علاء عنده مشكلتين، يعني لابد ان هو يطور من ادائه فيهم. حته التمركز، ودي محتاجه تدريب كتير جدا جدا كابتن بلال، ازاي انك انت تبعد عن مسار اللعب. النهارده يمكن ثلاث مرات يقف في محيط اللعب، كره جت مره فيه وراحت للفريق اللي هو بتاع القطن، وبذلك عنده مشكله ازاي يبقى متواجد بعيد عن مسار اللعب. النقطه الثانيه المهمه كابتن ايمن، وهي المعيار البطاقه. يعني شفنا عندنا في مخالفه ضد عبد المنعم، دي تمت بتهور، هو طبعا ما اداش فيها بطاقه. في مخالفه ثانيه ضد هاني، الحالات دي كلها طبعا معانا ما اداش فيها بطاقه. لابد ان تفرق ما بين الخطا باهمال والخطا بتهور، لان هنا النهارده انا النهارده ممكن اللاعب يحمل بطاقه صفراء، ياخد الصفراء والبطاقه الحمراء ويطلع. فدي المشكلتين اللي هو عند الحكم، لابد ان هو يتمرن ويطور من ادائه كابتن شريف في الفتره اللي جايه. هو النهارده بردك محظوظ يا كابتن بلال، دي الاولى، صح؟ محظوظ جدا جدا جدا، والنهارده بخته ان الاهلي بيجيب جون، سهل الامور، خلى الامور تبقى مش متصعبه قوي، الدنيا كلها كانت كويسه. هنشوف الحالات التحكيميه كابتن علاء، ونشوف اول حاله معانا هو هنا احمد امتياز، وحكم زي ما قلت من الحكام الصاعدين، نتمنى طبعا ليه التوفيق في الفتره القادمه. هنروح للحاله الاولى ونشوف هنا، ده هنا الهدف، اول هدف في الدقيقه الاولى، دي بتريح الحكم كابتن، خاصه لما بيكون النادي الاهلي فايق وعلى ملعبه في وسط جمهوره، وهدف في الدقيقه الاولى خلاص الامور كلها بتبقى مش مشدوده قوي على الحكم. ده الهدف، بقول ان ده الهدف ده سهل مهمه الحكم في ادائه في المباراه، خلى الامور كلها تمشي بشكل جيد. كمان النادي الاهلي كابتن دايما بامانه لعبته دايما تحترم القانون وتحترم الحكم، مش حد بيعترض يا كابتن، ولا حد بيروح للحكم ولا بيعترض، بتبقى الناس مركزه، الناس كلها بتبقى يعني اي حكم بيبقى محتاج يحكم لفرقه كابتن شريف ما بتعترضش، وهي ديت لعيبه النادي الاهلي ما بتعترضش على قرارات التحكيميه. ده من العنصر الثاني. نشوف الحاله اللي جايه بقى، وهي حاله يعني هنا تميز للحكم بامانه، صح؟ خلي بالك حاله من الحالات المهمه جدا، لو الحكم مش قريب، يمكن هو كان محظوظ في ان هو كان قريب، كان حسب ركله الجزاء، مظبوط، لان هذه الحالات احيانا بالشكل يا كابتن وبالمنظر والوقعه تخد اي حكم، ولكن هو طبعا كان قريب محظوظ. طبعا هنا في اصطناع سكوت، وهنا البطاقه طبعا الصفراء دي وجوبيه في هذه الحاله، حكم بيحسب ركله حره غير مباشره وبيدي بطاقه صفراء نتيجه التحايل. وهنا بنقول ايه؟ يعني هنا لو شادي لو مشي عادي ما نطش كان خد ركله جزاء، صح؟ انت معاك يا كابتن بلال؟ صح. لو مشي عادي خالص مظبوط هياخد ركله بنسبه مليون في الميه، انما النطه دي يعني انا بقول يعني ما كان يجب ان هي تتعمل ليه؟ لو هنا شادي بيحمل بطاقه صفراء وخد الصفر هنا بره البطاقه الثانيه، فهنا طالما انا يعني مش هلحق الكوره خلاص ما اعملش السكوت ده، لان يحملني بطاقه صفراء كابتن علاء، وهنا بطاقه صفراء مستحقه في هذه الحاله نتيجه ادعاء السكوت او التحايل على ان هو ياخد قرار بركله جزاء وهو قرار مش موجود. الحاله اللي بعد كده، ده اللي احنا بنتكلم فيها بقى، انا قلت عنده مشكله في يعني زي ما قلت ازاي معايير البطاقه الصفراء، وده مهم جدا. يعني لما تبقى حاله زي دي كابتن هنا وهنا في الدهس واضح، وانت كحكم يعني المفروض هنا على الاقل
الحكم هنا اهو موجود وهنا المخالفه هنا موجوده، ودي كانت في اول دقيقه. خلي بالك انا ما عنديش حسابات كحكم، يعني انا ما عنديش حسابات هنا في مخالفه في تصحيح البطاقه اشهر بطاقه صح، انما ما عنديش حسابات ان دي اول دقيقه وممكن بعد كده اللاعب، لا انا ما عنديش الكلام ده. ما هو مين اللي اخطا يا كابتن بلال؟ اللاعب اللي اخطا هنا. الطاقه تستحق حاله تستحق البطاقه الصفراء، طبعا الحكم هنا حسب المخالفه تقريبا وما اداش فيها البطاقه الصفراء. حاله بعد كده، شوف هنا الحاله دي مهمه جدا. هنا البعض قال وشاركوني في اللعبه ديت، بس يعني هل هنا اللاعب يتعمد ان هو بيرجع الكوره كابتن بلال؟ لا كابتن شريف، كابتن اسامه، كابتن للناس بتخلط احيانا ما بين واضحه يا كابتن على فكره. هنا البعض قال ان الكره رجعت للحارس متعمد من المدافع، وفي الحاله ديت لو فعلا الحكم بيحسب الركله حره غير مباشره من مكان الحارس، ولكن هنا الكره كانت باص، كره عاليه، الراجل مش بوشه وبيحاول يلعب الكوره فراحت رايحه الحارس. هنا مفيش تعمد ان اللاعب يرجع الكوره الحارس، وبالتالي هنا كان قرار الحكم باستمرار اللي كان قرار صحيح. الحاله بعد كده هنا نشوف الحاله ديت، وهنا دي حاله مهمه جدا جدا جدا. يعني انا النهارده الكره هنا لم تذهب لليد، واليد لم تذهب للكره، مفيش مخالفه لمس الكره باطلاقا، وهنا وما كانش في تسلل، يعني اللاعب مفيش تسلل، وهنا الكره هنا في الصدر. خلي بالك ودي حاله مهمه، انا كحكم لو ما عنديش التفاصيل اخلي اللعب يتواصل، ولكن من غير ما اقول النهارده انا احسب هنا لمسه يد، واللمسه دي مش موجوده. خلي بالك الراجل ده ب 6 يارد يعني سند على صدره ونزل يجيب جول، كان جول. فدي من الحالات المهمه ان هو لما يرجع لا هو بيتابعنا بقى يشوف هنا مفيش مخالفه لمس كره بيد، وهنا اجهض هجمه مهمه جدا جدا للقطن الكاميروني. الحاله بعد كده هنا بقى دي الحاله تاني، بنرجع تاني لموضوع العقوبات. من فضلك يجب عليك انك انت تطور من ادائك في المعيار. دي هذه الحاله كابتن في الملعب احنا جايبين صوره، ايوه لا دي ممكن تعمل مشكله في الظهر، مشكله في لان الراجل جاي من مسافه وعملت مشكله في الظهر وعملت، يعني انت النهارده بتتكلم في حوض او في ظهر او في فقرات، يعني فين البطاقه؟ لا لا عندك مشكله، لا يجب انك انت تطور من ادائك، دي حاجه مهمه جدا. يا اما بقى انت بقى مش لعيب كوره ولا انت عندك الحته الفنيه دي عندك مشكله فيها، لا دي يعني انا بقول كانت النهارده مشكله الحكم هي العقوبات الانضباطيه والتمركز، وده محتاج تدريب في المباراه القادمه كابتن ايمن. اللي انا عاوز اقوله لو في وقت فيه نتكلم على الخبير الاجنبي، هو برتغالي وبرتغالي كابتن ليه سي في محترم جدا جدا جدا. كابتن علاء ادار في 98 كاس عالم، في 2002 كاس عالم، يعني كاس عالم مرتين. ايضا برتغالي وبيشتغل يا كابتن، لا بيشتغل. ايوه الحاجه الثانيه هو مسك في روسيا فتره التحكيم، ولحد علمي هو هنا يعني هيمسك الرئيس لجنه الحكام في الفتره اللي جايه. بنقول كابتن من خلال الاستوديو، ودي حاجه مهمه جدا كابتن ايمن، ان احنا مع اي حد يطور التحكيم، مع اي حد يطور التحكيم صحيح. ومن هنا لابد من الراجل ده يتوفر له جميع السبل يا كابتن اسامه صحيح. يعني النهارده انا جاي خبير مش هشتغل لوحدي، هتبقى في لجنه حكام، اتمنى ان اللي موجودين في لجنه الحكام مع الراجل اللي جاي يقدموا له كل السبل في ان هو ينجح، واعتقد ان هو عنده شغل وعنده فكر وهيطور في الفتره اللي جايه، ونتمنى له التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله كابتن، نشكرك شكرا جزيلا. بقول تاني مبروك للنادي الاهلي، ونقول ان شاء الله باذن الله في الفترة اللي جاية الأهلي يعدي ويمر بإذن الله إن شاء الله. شكرا جزيلا كابتن ناصر، متعتنا كالعادة. شكرا كتير.